شكرا. شكرا 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 شكرا. لماذا؟ لماذا يا إبراهيم؟ لماذا؟ هل هناك شكرا غير واجب؟ أليس كذلك؟ لا، ليس واجب، بل هو فرض عليك. صحيح. تكلم عن نفسك. نعم، قلت لك تكلم عن نفسك. ليس واجب، بل هو فرض علينا. أنا تفهم ذلك. لا، أنا أتكلم. أنا أتكلم. كيف وصل بكم الحال إلى هذا المستوى؟ تخلف فظيع. أنت المتخلف. تخلف؟ ماذا تعني بمتخلف؟ هل أنا المتخلف أم حسن أم أنت؟ بل أنتم الاثنين. نعم، بسببك أنت وبسبب هذه السلسلة اللعينة أصبحنا متخلفين. هذه سلسلة بائسة. مع هذا نحن لسنا متخلفين. أنت المتخلف. نعم، أنت المتخلف. متخلف. هكذا إذا، لأني قيدتكم بهذه السلسلة أصبحت متخلفاً. جميل، جيد. أنا لم أقيدكم، بل أنتم من فعل ذلك. أنتم قيدتم أنفسكم، رسمتم لأنفسكم مصيركم المجهول، حددتم لأنفسكم خريطة طريق، جعلتم من أرواحكم رهينة للعالم الخارجي. ماذا فعلتم بأنفسكم؟ هل تستطيع أن تقول لي يا حسن؟ لا، أحد يستطيع ذلك. متخلفان. متخلف. كيف يمكنك أن تقلب الواقع؟ أنت إنسان غريب وعجيب. أصبحنا رهينة كما ما تدعي، رهينة للعالم الخارجي. أنا لا أعرفك. هل تعرف لماذا نحب العالم الخارجي؟ حياة، أريد أن نرسم خرائط بعيدة عن هذا الواقع البائس والمزري. ألا تشتم رائحة العفن. نريد عالما جديدا نحلم به، نفرح، نضحك، نتجول، نختلف. نعم، سنختلف كثيرا. ما المانع من الاختلاف؟ سنتعايش مع اختلافاتنا. لا 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 لن 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 نتعايش مع اختلافاتنا. سنحبها. تقيد الأفكار والآراء. أليس هذا من حقنا؟ نعم. أم تراها نظرة متخلفة؟ نعم 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 متخلفة. نعم 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 نريد عالما جديد غير هذا العالم الأحد، عالم نطير فيه إلى عالم آخر لا حدود له، لا حدود له. يعرف معنى الحياة الجميلة. نحلم بالحب والسفر، نمسك السماء بأيدينا ونصلي للخالق. أريد أن أدخن سيجارا كبيرا وأرتشف فنجان قهوة. أريد أن أسمع الموسيقى. وشاهد مسرحية ليلى والمجنون. أريد أن أركب سريعا. أريد أن أتزوج. أن أنجب أطفالا. نعم، أكون أسرة جميلة، أكون أسرة جميلة. خطاب جميل. هل من مزيد من الخطابات أم نكتفي اليوم؟ لقد فعلتم الكثير في عالمكم، أليس كذلك؟ ماذا تريدون أكثر؟ ماذا تريدون أكثر؟ إني الآن شبيه برجل تعدى عمر العالم. الكل يلفظني، ومن الطبيعي إن الكل يشمئز مني ومن عزلتي عن العالم الخارجي. عزل العالم موجود في كل مكان، هنا في الخارج. أنا أحميكم من ذلك العالم المتوحش. إنها غابة، عالم لا يرحم عنكم، تعرفون ذلك. جاءكم من الأحلام التي لا تنفعكم. الحلم لا ينفع. أنا أحلم. ما الذي ينفع إذا؟ إذا أنا موجود. هذه السلسلة أشعر بذاتي، القيد بروحي. الرائحة الكريهة وليس بهذه السلسلة الحديدية. أريد أن أسافر بعيدا عن هذه السلسلة. اتجاه واحد، سفر دون عودة. سفر دون عودة. اتجاه واحد، اتجاه واحد، سفر دون عودة. سفر دون عودة. سفر دون عودة. ولكن كيف وهذه سلسلة تقيد حياتنا وحريتنا. حرية حياتنا، حرية حريتنا. ذلك الحرية هو أن تقبل بما هو مكتوب لك ومقدر لك في هذه الحياة، لا خيار لك، معناها حرية بلا حدود. لا 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 حلم، لا حب، لا مسرح، لا لا موسيقى، لا لا زواج. نعم، هذه هي حياتنا الجميلة تسير وفق قدرنا. ماذا تبغون أكثر من ذلك؟ حسن، اتركني. ماذا تفعل؟ أقول لك اتركني. إلى متى؟ إلى متى يا إبراهيم وهو يتحكم بنا؟ صديقي، أعطني فرصة للتفكير. لا، لا نحتاج فرصة التفكير. نحتاج، وهو أمر يتطلب منا أن نكون في أحسن حالات التركيز والهدوء. لا يفيدكم ما دام المفتاح معي. كل ما أريد لكم هو الخير، وأن تبتعد عن العالم الخارجي البائس والمزري. أريد مصلحتكم، ألا تفهمان ذلك؟ لا أعتقد. أريد أن أخرج من هنا وأكسر هذه السلاسل. أين المفتاح؟ حسن، المفتاح موجود، لكن لا أحد يستطيع الوصول إليه، مخفي في مكان لا أحد يعرف غيري. لماذا؟ لماذا؟ هل كفرنا عندما أردنا الخروج من هذه الدائرة البغيضة؟ لماذا؟ ماذا فعلنا لكي تقيدنا؟ لم أكن أعلم بأن الخروج من هنا جريمة ويعاقب عليها القانون. أي قانون هذا الذي يعزل الناس دون جريمة أو فعل ارتكبناه؟ لماذا؟ هل لأننا فكرنا الخروج من عالمك البائس إلى عالم أجمل؟ ماذا تريدون؟ قل، ماذا تريد منا؟ قل، ماذا تريد منا؟ ماذا أريد؟ ماذا أريد؟ لا أريد أحدا منكم أن يفكر في عالم غير عالمي. أنت قلتها، ليس كذلك؟ إن عالمي ليس له بديل، هو الذي يحميك من مجتمع متوحش لا يعرف الرحمة والحب والإنسانية. عالم بغيض كله حقد وكراهية. هنا يبون أكثر من ذلك. ريتنا لقد تعبنا. وأنا أيضا تعبت من النقاش معكم. حسنا، أعطنا المفتاح. أعطنا المفتاح فلقد تعبت منه. هيا بسرعة. المفتاح، أعطنا المفتاح. نريد المفتاح فأنت تعبت منه. المفتاح، نحن أيضا تعبنا. نريد المفتاح. هيا بسرعة. المفتاح أعطنا المفتاح. المفتاح. هيا بسرعة. المفتاح. أعطنا المفتاح. المفتاح. ولا في أحلامكم. أعطنا. نريد المفتاح. أين المفتاح؟ نريد المفتاح. أعطنا المفتاح. أعطنا المفتاح. أين المفتاح؟ أين المفتاح؟ المفتاح. تريدون المفتاح؟ المفتاح. هيا بسرعة. المفتاح. هيا بسرعة. أي مفتاح تريدون؟ مفتاح الحياة والحب. مفتاح عالم جديد. عالم جديد؟ أي عالم هذا؟ ليس هناك عالم غير هذا العالم الذي أنتم فيه. اترك عنك اللهو واعطنا المفتاح. هيا بسرعة، نحن ننتظر. أي مفتاح تريدون؟ هناك أكثر من مفتاح. ماذا تقصد؟ لا أقصد شيئا. هناك مفتاح واحد وأنت تعرفه جيدا. هيا بسرعة. بصراحة ليس لدي المفتاح. ماذا تقصد؟ المفتاح. إنه الإنذار الأخير. أوه، إنه الإنذار الأخير. نعم، إنه الإنذار الأخير. قلت لكم. ليس لدي المفتاح. قلت لكم. أين المفاتيح؟ كنت تكذب علينا. أين المفتاح؟ من الذي يمتلكه؟ من الذي يمتلكه؟ ابتعدوا عني، سأخبركم. أنا لا أملك أي مفتاح، هذه هي الحقيقة. المفتاح ضاع من سنين، حاولت البحث عنه لكن دون فائدة. أنا تائه مثلكم، كنت لا أعرف الحقيقة. ضاعت حقيقة هذا المكان، لا أعرف الزمن فيه، زمن أفتقد فيه الحقيقة. مفتاح نهرب به جميعا إلى عالم خيالي وليس واقعي. ليس هناك مفتاح، ليس هناك مفتاح، ليس هناك مفتاح، صدقوني، ليس هناك مفتاح، ليس هناك مفتاح، صدقوني، ليس هناك، ليس هناك، ليس هناك مفتاح. ليس هناك مفتاح، ليس هناك مفتاح، صدقوني ليس هناك مفتاح، ليس هناك، ليس هناك مفتاح، 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 ليس هناك مفتاح. لماذا كذبت علينا؟ ما الفائدة الآن؟ كذب أم لم يكذب؟ نحن مقيدون بهذه السلاسل منذ زمن، وليس ثمة طريقة للخروج من هذا المكان العفن. ليس هناك مفتاح. الساعة تحلمنا. أليس هناك طريقة للخروج من هنا؟ هناك طريقة واحدة. اصمت. لا 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 أعرف كيف خدعنا. لا بد من وجود مخرج، لا بد من وجود مخرج. فكر معي. هل أنا غبي إلى هذه الدرجة؟ الندم لا ينفع الآن، الندم لا ينفع الآن. فكر ماذا نفعل الآن؟ ليس هناك مخرج وليس هناك مفتاح، ولكن هناك حل واحد. ماذا نفعل الآن؟ لا أدري. فكر، لا تيأس، لا تيأس. ليس هناك مفتاح. ماذا تقصد؟ سنموت. ما الذي حدث لك؟ هيا يا صاحبي، اترك عنك اليأس، هناك دائما حل لكل الأشياء. قلت لكم اسكت، صدقوني هناك حل، ولكن دعه يتكلم. ألا تحب الحديث؟ ألا تجبرنا دوما للاستماع إليه؟ هيا تكلم، قل ما عندك. لا لن نستمع له، فهو كاذب حقير. وما الذي يضر الآن؟ دعه يتكلم فربما يقول شيئا مفيدا. هيا تكلم. أنصحك بعدم الاستماع له، فهو كاذب ومخادع وحقير. أعرف ذلك، أنت أيضا تعرف ذلك. دعه يتكلم، هيا قل ما عندك. هناك حل واحد لنا جميعا. هناك حل لنا واحد جميعا. جميعا كيف؟ لا تستعجلا. هل لديكم الاستعداد للتضحية بأي شيء من أجل الخروج من هذه السلاسل؟ ماذا تقول؟ أنا لدي الاستعداد، ولكن كيف؟ نقطع أيدينا. هذا هو حلك؟ نعم. لا أستطيع. لكي نتخلص من هذه السلاسل لابد من بتر يدي ويدك ويد صديقك. خير حريتي، أنا على استعداد لفعل أي شيء، ولكن كيف سنقطع أيدينا؟ لست موافق. نحن اثنين أغلبية. ليس هناك حل آخر، لابد من وجود حل. قلت لك ليس هناك من حل آخر، صدقني. ما هو جوابك؟ أنا أبغى معك سكين. أرجوك لا تقطع يدك. ولما كل هذه التضحية؟ الحرية لا أريدها. أترك عنك هذه الفكرة المزرية وتفكر. أنا قررت. وانتهى الموضوع. أنا أبو السعد، ولكن بشرط واحد. ما هو؟ أرجوك أحذرك من هذا الكاذب حسن المخادع الحقير. سخيف متخلف القدر، سوف أقتلك في أول فرصة أحصل عليها. كاذب، ليس هناك وقت للجدال والسب. يقم بذلك. أعطني السكين. ولكن لم أقل الشرط بعد. قل شرط. أن تكون عبداً عندي. عبداً للأبد. أعطني السكين. ولكن كن حذرا. لا. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ قتلته هو يستحق ذلك، أليس كذلك؟ نعم هو يستحق قدره كما قال، أليس كذلك؟ ماذا ستفعل الآن؟ ماذا سأفعل الآن؟ هل ستفتش عن المفاتيح في جيبه؟ ماذا ستفعل؟ إذا ماذا؟ هناك خيار واحد فقط. اقطع يدي. لا أرجوك لا تقطع يدي. لن أقطع يدك إذا كنت لا تريد. حسن، كيفما تريد، كيفما تريد، كيفما.